عدنا معكم مستمعينا مرة أخرى للجمال عدوان، وضيفنا الأستاذ الدكتور كرم مسعد، أستاذ تصميم الحلية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. دكتور كرم، يعني الجمال في حياتك يعني مرتبط ارتباط وثيق، ويمكن حتى كمان أنا لفت نظري اسم حضرتك كرم مسعد فرج، يعني الحمد ربنا لله. يعني أعطاك نصيب من هذا الاسم. اللهم امين. كلمنا عن رحلة أنت بتعتبرها من أجمل الرحلات وكانت رحلة عمل، يعني في الفترة الأخيرة، يعني آخر حاجة كنت فيها رحلة رحلة أوزبكستان. أوزبكستان، رحلة أوزبكستان ديت كانت رحلة ليها مواصفة خاصة جدا. أولا شرف مصر بالحضور رئيس دولة أوزبكستان، ده من و كام شهر قريب يعني. ما هو ده كان حاجة بسيطة. هو أصلا يعني رئيس أوزبكستان كان هنا في مصر، احنا تاني أسبوع كنا احنا في أوزبكستان. يعني ليه بقى؟ أولا أوزبكستان حصل معاها حاجة جميلة قوي، إن هم عندهم منجم خاص عايز بالنحاس. اوضح بس، اوزبكستان دي في من تبع الاتحاد السوفيتي سابقا وتفككت وبقت عندنا اوزبكستان. فالناس دي لما تفككوا بدأوا عايزين يقوموا نفسهم، فعندهم هناك منجم كبير جدا اسمه منجم مليكة. منجم مليكة ده خاص بالنحاس، بيطلع حوالي 200 او 300 طن في السنة نحاس. فمع النحاس اكتشفوا ذهب، بيطلع معاهم 17 طن ذهب، نعم. فده رقم ضخم جدا وعايزين يستثمروا. فالذكاء بتاع الرئيس بتاعهم ان هو تواصل مع سيادة الرئيس السيسي، ولما جه هنا مصر عرض عليه النقطة دي، انا عايز استثمر في الذهب اللي موجود في مصر، سوري موجود في اوزبكستان. فطلب بشكل مباشر كده، احنا عايزين نلتقي بخبراء تصنيع الذهب في مصر. تمام. فكان من ضمن الخبراء اللي التقى بيهم كان استاذ ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب. في خلال الكلام، يعني بالحديث اللي وصلني، بيتكلموا فقال له ده احنا في عندنا مدرسه ذهب، فقال له ده انتوا بتعلموا الذهب؟ قال له ده احنا كمان عندنا اساتذه متخصصين في الذهب. فبما ان انا المستشار الخاص بالتدريب والتطوير، تم توجيه ليا دعوه ووفد من شعبه الذهب للتوجه الى اوزبكستان على وجه السرعه، تمام. مش بس تعالوا ده احنا عايزينكم فورا. فبعدها بالفعل الاسبوع توجهت هناك للمكان دوت لدوله اوزبكستان، وشفنا التفاصيل الموجوده عندهم، المشاكل كمان الموجوده عندهم. احنا يعتبر قدمنا لهم دراسه للحاله اللي هم موجوده عندها، دراسه تجاريه طبعا. كان معانا مجموعه من الناس المتخصصين في الجزء التجاري، وعملنا انا بالنسبه لي كنت واخد جزء اللي هو التدريبي والتطوير، لان اي تطوير في اي قطاع يبدا من جزء النشء اللي طالع. تمام. فيمكن حتى كان من الحاجات الجميله، كان هناك قالوا لي احنا عايزين نزور الانستيتيوت اللي هناك، المعهد الخاص بالنسيج. فانا قلت لهم انا مش عايز ازور المعهد، انا عايز اعمل محاضره في معهد. تمام. فانا رايح هناك، عملنا محاضره هناك عن الحليه المصريه وتصميم مجوهرات، وازاي ان انا اطلع تصميمات مجوهرات. واكتشفنا في المحاضره مجموعه من الشباب عندهم التالنت دوت، فبدانا نعمل بالفعل استثمار في البشر اللي موجودين هناك في اوزبكستان. فدي كانت من التجارب اللي فعلا فرقت معايا. ومن ضمن التجارب ديت ان احنا رحنا المنجم نفسه، منجم مليك. بص بقى حضرتك، لما تلبسي ذهب تشتغلي بذهب غير لما تروحي منجم ذهب. طبعا كانت حاجه فارقه جدا. التفاصيل كانت موجوده فيها، انا شخصيا اتعلمت كتير جدا من المكان هناك دوت. بدانا بقى نشوف ازاي ان احنا نفيد الناس ديت بخبراتنا. ودي رساله، الرساله يمكن انا بقولها لعزيزي المستمع وعزيزي لو الشاب بقى اللي بيسمعنا، اللي في بعض الناس طبعا بتبقى يعني متضايقه من الاحداث الجاريه اللي حاصله في العالم كله مش في مصر بس. بلدك قويه، وبلدك بيتم الاستعانه بالخبراء الموجودين فيها. وبجد احنا لما رحنا هناك، يكفي ان احنا شفنا مصانع، المصانع دي لو اشتغلت في مصر، لو هي موجوده في مصر بوضعنا الحالي، هتطلع اطنان هناك يا دوب بتطلع كيلوهات. فهم بيستعينوا بينا ليه؟ علشان نوجههم انتوا ازاي تستفيدوا من ده. المصنع المصري والمصمم المصري له رؤيه مختلفه. يعني انا رحت لقيت احدث اجهزه باحدث امكانيات، اما المكون البشري فهو ضعيف جدا في مقابل المكون البشري المصري. انا بعمل مقارنه ما بين دولتين، ودوله اوزبكستان دوله كبيره مش دوله برضه صغيره، وعندهم امكانيات. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا في مثلا بعض الاماكن دخلناها، المكان دوت لو في مصر ده يعني يفتح الوف البيوت. عندهم اماكن يعني سياحيه كبيره جدا وتاريخيه،
ممكن يعني اي فنان يقدر يقتبس مثلا عندهم مساجد في بخارى وطشقند بخارة. وزخارف، يعني ممكن تكون يعني ملهمة لأي فنان مصمم. هي بقى دي النقطة، هما طلبونا ليه؟ للتجربة اللي أنا شغال فيها طبعا، اللي إحنا كلنا كمصريين شغالين فيها، وأنا على وجه الخصوص أنا يعني هما عايزين حاجة من تاريخ البلد. وأوزبكستان دولة إسلامية، أوكي، وفيها أماكن أثرية إسلامية، فهم عايزين النقطة دي. لما رحت هناك أنا عايز أقول لك إن أنا قلت لهم سيبوني شوية بقى في بخاري كده، أطلع لكم تصميمات من المكان ده. أنا قاعد طول ما أنا قاعد في الاجتماعات عمال برسم من تفاصيل بلدهم تصميمات. الفكرة في إن لما بروح أماكن تانية بنشوف ناسنا بجد، ودي بتفرق. يعني انا كل ما اسافر البلد بطبيعي انت بتقارن ما بين البلد انت رايحها والبلد اللي احنا فيها. انا من عشاق بلدي طبعا، انا بعشق بلدي، ولولا هي ما كنتش انا بقيت دكتور. صح. بس لما بروح بره بعرف ليه انا بحبها، او بلاقي الاسباب الاخرى اللي بتخليني احب البلد ديت بهذه الوضعيه. ف ويعني عشان كده بقول الرساله دي ببعتها بلدنا حلوه، بلدنا رائعة حلوة أوي أوي، جميلة وفيها كل خير، وأجمل حاجة بلدنا ناسها. صح. وهو لو يعني زي ما حضرتك قلت، لو بس أي واحد كده تأمل في الجمال اللي حواليه هيطلع حاجة. هي. يعني سواء طلع شعر، طلع قطعة حلي، طلع أي تصميم أيا كان فيها حاجة حلوة. ويمكن برضو الواحد بيحاول بقدر المستطاع، يعني طول ما انا في الرحله كنت بصور فيديوز وانزلها للطلبه بتوعي. يعني هنا بقى برضو عيشنا السوشيال ميديا، لازم نستخدمها استخدام سليم مع واولادنا مع الطلاب بتوعنا. تعالوا اتفرجوا معانا شوفوا الدنيا ايه وتفاصيلها. انا كنت بشوف الفيديوهات دي. شرفت. طب كلمنا على البلد نفسها، يعني هي طبعا موضوع الحلي ده شيء جميل جدا، انما هي كبلد انطباعك عنها ايه؟ يعني هي بعيدة عننا جغرافيا، انما يعني اجتماعيا بعيدة عننا جغرافيا بس قريبة منا. يعني الاهل طبعا هناك الطابع الشرقي، يعني برضو المسلمين اغلبهم يعني، بس هو زي ما بقول لحضرتك الطابع الشرقي في حتى الحفاوة والاستقبال، الاماكن الموجودة هناك الطابع بتاعهم يعني قريب مننا. هي طبعا كان عائق اللغة اللي كان موجود، انا معايا اللغة الانجليزية فكان طبعا معانا مترجمين. لا كان طبعا جميل ومريح. الناس برضو فيهم الابتسامه، انا ممكن ابتسم لحد فيرد الابتسامه. انا حتى كنت نزلت تسوقت وجبت شويه حاجات، فانا بتحرك الناس طول ما انت ماشيه زي عندنا في مصر كده يشوفوا سائح مثلا وهادي ويتقبل الكلام، وممكن نلاقي مثلا عندهم هناك حاجات حلوه خاصه بيهم فيبدا يبقى عندكم مكسرات وكلام من ده. فكره ان هو يقدم لك هديه، طبعا الواحد مثلا لما بيروح اوروبا ما فيش الكلام ده. اوكي كل واحد في حاله. بالظبط. هم قريبين قوي مننا، ويمكن الطابع بتاعهم برضه حتى لو رحنا الاماكن يمكن الشعبيه شويه قريبه برضه من الجو الخاص بينا. بس بشكل عام الواحد احس ان هو بيحاول يقدم رساله، او مصر هناك طبعا كل من مصر مصر، فقدمنا رساله الحمد لله طيبه، وحتى الان بقى في اصدقاء بقى وفي تواصل ما بينهم. في يعني من خلال رحله العمل لاوزبكستان، هل تم على اتفاق على ان مثلا في بعض الفنانين الاوزبكستانيين يجوا مصر يتدربوا والعكس؟ ده في الوقت بعد اتفاقيه بنجهزها للموضوع ده ان شاء الله، لان احنا بصدد ان احنا ممكن نستقبل مجموعه من الشباب هناك ندربهم عندنا هنا في المصانع بتاعتنا. ويمكن شعبه الذهب واستاذ ايهاب واصف كان اقترح الموضوع ده، واقترح ان هو هيستضيف بعض الناس من هناك. ودي من الحاجات اللي هي الهدايا اللي احنا بنقدمها للعالم، وبنقول لهم قد ايه ان احنا حتى خبراتنا احنا ممكن نقدمها لكم. تمام. ودي من الحاجات اللي انا شايف ان هي بتصل ما بين الشعوب بشكل عملي ومؤثر. وعموما يعني هنستكمل لقائنا عن هذا الجمال بعد الفاصل، ونعود مستمعينا مع ضيفنا الدكتور كرم مسعد.